بتبدأ قصتنا بمنظر ملفت لبنت كيوت على مرجحة في المطر وهي شينا، وده اللي بيلفت انتباه شاب بيشوفها وبيروح لها وهو فوجيما، وبيسألها ليه موجودة هنا ودلوقتي، وبيبان لنا انهم عارفين بعض، وبترد عليه ما تقلقش علي انا بحب الجو ده، وهو رغم استغرابه لردها بيديها المظلة اللي معاه علشان ما تتعبش، وبيسيبها وبيمشي في المطر، وهي بكل رقة بتقوله شكرا، وبعدها بيقول ده كان اول لقاء ليا مع الملاك، وفي اليوم الجديد بيروح مدرسته، واللي بيحصل له انه بيتعب جدا، وصاحبه بيقول له ايه اللي جرى لك يا ابني، ما كنت كويس امبارح، وهو بيرد مشيت في المطر، وصاحبه بيستغرب لانه عارف انه كانت مع مظلته، ولما بيساله بيعرف انه اداها لحد، وباستغراب بيقول له وانت كملت طريقك في المطر ده كده كرم اوفر، وبيساله اديتها لمين، وصورتها الجميله بتيجي في خياله، وهو بيقول ملاك تايه صادفتها في الطريق، وفي نفس اللحظه دي بيسمع صوتها شينا او الملاك زي ما بيسموها في المدرسة، وصحبتها حواليها، أما الشباب فعينهم عليها، وهو بيوصفها إنها شاطرة في كل حاجة زائد رقتها اللي ما فيش كده، وكأنها نجمة في وسط اللي حواليها، وبيكمل أما أنا فما حاولتش أبدا أقرب من منطقتها، وصاحبه بيرجع يقوله أنت لو لك حبيبة تهتم بيك ما كانش يبقى ده حالة، وهو بيقوله خليك في حالة. ودلوقتي فوجيما بيوصل للبيت وبيلاقي نفسه تعب أكتر، وقدام باب شقته بيلاقها مستنياه ومعها المظلة اللي اداها لها، واول ما بتبص له بتلاحظ تعبه وبتقول له انت تعبت بسببي، فبيرد انت ما طلبتيش مني حاجه ومالكيش علاقه بتعبي، لكنها بتقول له لا لي علاقه، وهو بياخد مظلته وبيتجه لشقته وبيقول لها تصبحي على خير، واللي بيحصل له انه بيبقى هيقع من طوله، وهي بتجري تساعده تدخله شقته، وفي اول ما بتبص للمكان ما بينفعش تخطي خطوه واحده لجوه، فبتقول له هسيبك تغير هدومك وارجع لك تاني بسرعه، ما اقدرش انام واسيبك على الحال ده، وبتروح لشقتها، وهو بيقول ايه الملاك تبقى جارتي وده سر ما اقدرش اقوله لاي حد. ودلوقتي بنشوفه بيفتح عينيه فبيلقاها قدامه، وبتقول له كنت محتاج للراحه ونمت ساعتين، وبيشكرها لاهتمامها بيه، فبيلاقي انه الاهتمام كمان 5 نجوم، وبتقول له دقيقه وهحضر لك وجبه، ولسه هيفكر فبتقول له لو مش عايزها انا هاكلها بدالك، فبيلحق نفسه وبيقول لها خلاص ده انا هموت من الجوع، وبتدي له يقيس حرارته لحد ما ترجع، وهو اول ما بيرفع هدومه بيبان الكسوف عليها ووشها بيحمر، وهو بيقول بقت كيوت اكتر، وبترجع له ومعها الوجبه ومع شويه نصايح حلوه، وبتقدم له وجبته، ولما بتلقى سرحان بتقول له اكيد مش مستنيني اكلك بنفسي، فبيرد عليها لا ابدا، وشكله كده الاكل البيتي عجبه، وبيقول لها بفكر اتعلم الطبخ، وبنظره منها على منظر قطه بتقول له في الاول لازم تتعلم ازاي تنظف قطك، فبيرد عندك حق، وبيبدا في الاكل، وبيتفاجئ الطعم الجميل، بس بيكون عنده سؤال محيره من اول مره شافها فيها، وهي على المرجحه تحت المطر، وبيسالها يا ترى كنت زعلانه مع حبيبك، وهي بترد ما زعلتش معاه لانه مش موجود، وباستغراب بيقول لها ازاي وانت جميله ورقيقه بالشكل ده انا قلت ان ليكي اكتر من حبيب، وكلامه بيزعلها، وبتقول له شايفني ممكن اعرف 2 في وقت واحد، فبيعتذر لها، وهي بتفهم قصده وبتبتسم، وبتجاوبه ان دي طريقتي الخاصه في ترتيب افكاري، وبيفهمها انه كده خلاص عملت اللي عليها واكتر، وبيكمل كفايه كده على الملاك، وهي بتفاجئه برده فعلها وبتزعل، وبتقول له بلاش تناديني بالاسم ده، وبيصر على رايه انهم مش هيتكلموا تاني، وهو دلوقتي قبل ما ينام ويقول هنرجع من تاني كاننا ما بنعرفش بعض، وفي تاني يوم في المدرسه بيشوفها زي عادتها في مساعده صاحبتها، وبيبص لها بصه سريعه وبيكمل مع صاحبه، وهو بيقول هي شبه الزهره اللي على قمه جبل ما تقدرش توصل لها وكفايه تبص لها. اما دلوقتي وجيما باصص من البلكونه، وبتفاجئه شينا انها بتبص له وبتساله ايه اللي في ايدك ده، وبيرد ده مشروب طاقه، فبتقول له بجد سيبه من ايدك واستناني، وهو بينفذ كلامها، ولما بيفتح لها بيلاقي في ايديها وجبه بتقدمها له، وبيصدم بالطعم الجميل، وفي كل مره الطعم احلى من التاني، وبيشكرها انها وجبه جميله من عمايل ايد ملاك، فبتبين له انها قالت له قبل كده ما يناديهاش بالاسم ده، وهو بيوعدها ما ينساش تاني، وبتنصحه انه لازم يهتم بنفسه، وهو بيقول كلامها شبه كلام الامهات، وبيروح يرجع لها علبه الطعام، وبيسالها غريبه تهتم بشخص ومش قلقانه يفتكر انك بتحبيه، وبتساله انت افتكرت كده، فبيقول لها لا ابدا، فبترد خلاص يبقى ما فيش مشكله، وبيستمر الحال، والوجبات الحلوه رايحه جايه، وهو بيقول وجبه شينا الجميله بقت جزء من حياتي، وفي اليوم الجديد بيسال صاحبه هو انت شايفني لازم اهتم بنفسي، وصاحبه ما بيصدق وبيقول له ده انت مكتوب على وشك يا ابني محتاج للاهتمام، لكن اليومين دول حالك اتغير، وأراهنك
ان في حد مهتم بيك، فبيقول له ده حقيقي، وبيروح بعدها يشتري لنفسه حاجات لزوم الاهتمام. ولما بيدخل السوبر ماركت بيتفاجئ بشينا في نفس المكان وبيتلخبط، وبيقول لها احلف لك انها صدفه ومش مقصوده، وهي بتقول له مش لازم تحلف لانه ده طبيعي، احنا ساكنين جنب بعض. وبتلمح منتج عليه عرض، وبيقول لها بسرعه عايزاني اجيب واحده علشانك، وبترد عليه. الشخص اللماح بيريح في التعامل، وهو بتعجبه طريقتها في شراء طلباتها، وبيقول لها شكلك بتحب توفري علشان عيلتك، فبتقول له انا بحب اعمل كده وخلاص. وفي النهايه بيساعدها وعايز يشيل لها شنطه المشتريات، فبتقول له اقدر اشيلها بنفسي، وهو بيرد هتبقي كيوت اكتر لو وافقتي، فبتقول له كاني مش كيوت فعلا، لكن بعدها طبعا بتقبل. والنهارده لما بتعدي عليه بتلقاه في حال اخر غرابه، وبيكون في محاوله تنظيف شقته، ولما بتحاول تشوف ايه الحكايه فبتلاقي ان اللخبطه خارج عنده عن السيطره، وبيقول لها مش عارف ابدا منين، وهي عينيها بتلمع بالحماس، وبتقول له ما ينفعش اشوف الفوضى دي كلها واسكت عليها، دي حرب. وفعلا بتستعد للحرب دي، ومع بعضهم خطوه ورا الثانيه، وهي بتعلمه يعمل ايه، بس لانه بيسيب الهدوم على الارض بيقعوا هما الاثنين، وبيبقوا قريبين من بعض بزياده، وبتبين انها مش متاثره، وبتقول له ما تسيبش حاجه على الارض. لما بيبعد بتقول قلبي كان هيقف. واخيرا بتخلص المهمه الصعبه وهما الاثنين جعانين على الاخر، فبيقول لها نطلب دليفري، والبيتزا بتوصل، وبتكون مستغربه من الدليفري، فبيقول لها انت عمرك ما طلبتي اكل، وبترد عندنا طباخ بيعمل لنا اللي احنا عايزينه، وبيفهم ان اسرتها غنيه مع انها مش بتتفاخر بالحكايه دي، وبيبداوا ياكلوا وهو مركز عليها، وبيقول لها وانت على طبيعتك القرب منك بيكون اسهل، وبترد عليه لكن بطلت تبص لي بالشكل ده. وبعدها بتودعه وبيسالها ليه بتشاركيني العشاء كل يوم، وبصوت هادي بتقول له ببساطه تقدر تعتبرها منحه من الحظ السعيد، وبتودعه وبتمشي، وهو باصص عليها وبيقول وهي دي بدايه قصتي مع الملاك اللي ساكنه جنبي. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا اعجاب وقولوا لي رايكم في التعليقات. باي باي.